في يوم نهائي القرن، المباراة اللي كل جماهير الكرة المصرية والعربية والأفريقية في انتظارها، هكون معاكم أنا وزمايلي في يلا كورة على مدار اليوم في تغطية شاملة لآخر الأخبار والكواليس المتعلقة بالمباراة. تابعونا. بعد ساعات من الشك والجدل، تأكد إصابة الحكم المغربي رضوان جيد بفيروس كورونا واستبداله بالحكم المصري إبراهيم نور الدين، واللي هيكون النهاردة حكم رابع في طاقم التحكيم. تشكيل الزمالك المتوقع هو محمد ابو جبل في حراسه المرمى، قدامه احمد عيد في مركز الظهير الايمن، ومحمود علاء ومحمد عبد الغني قلبي دفاع، واسلام جابر في مركز الظهير الايسر، قدامهم الثنائي طارق حامد وفرجاني ساسي، وقدامهم شيكابالا بديلا لاوباما المصاب طبعا، وعلى اليمين احمد سيد زيزو، وعلى الشمال اشرف بن شرقي، وفي مركز راس الحربه هيكون مصطفى محمد. تشكيل الاهلي المتوقع هو محمد الشناوي في حراسه المرمى، قدامه محمد هاني ظهير ايمن، جنبه ياسر ابراهيم وايمن اشرف، وعلى الشمال علي معلول، وقدامهم حمدي فتحي بديلا طبعا لالي ديانج المصاب، وجنبه عمرو السوليه، وقدامهم الشحات وقفشه وجونيور اجاي، وقدامهم مروان محسن.